الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. في دي بيلار فان دي بيلار فان الإيمان إذا تخلوفة إن دي بوتسخابس إن بروفيت نؤمن بأنهم عبيد لا عبدون رسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام وخلوفة دات بروفيت إن بوتسخابس زين دي نيد فرلوخند موخو ورده وأن الله أرسلهم أن الله عز وجل هن هيفت خزوندة وأوحى إليهم أن هن هيفت خوبن بارت وأيدهم بالآيات ان هن هيفت خستونت مت ده تيكن ونؤمن انهم ادوا الامانه التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى هيفت خستونت مت تيكن ان ده وندرن ان دات ساي هن توتاله فيربليختين هبه فرفيلت ونصحوا اكمل نصح كان منهم ان ذا وار ادفيسيرنت ان ده توتاله فورم فان ادفيسيس فان هن افكومستغ geweest وبلغوا كل ما امر الله بتراه سبحانه وتعالى بتم يكتموا شيئا ذا بنكس اختر هاود ان ذا بالس اوفر جليفرت ان دور gegeven ان geadviseerd وبذلوا غايه الجهد وجاهدوا جميع انواع الجهاد التي امرهم الله سبحانه وتعالى ذا بالتوتال انسبانين فر توخباست ان فرليند ام ديت توستاند تو برينغ نعم ونؤمن ان اول الانبياء ادم عليه الصلاه والسلام بخلوفه ذا ايرست بوتسخابر ايرست بروفيت ادم عليه السلام واول الرسل نوح عليهم الصلاه والسلام عند ايرست بروفيت نوح عليه السلام وخاتم الانبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاه والسلام عند لاست ذا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوه او الرساله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو والله كاذب وكافر كفر اكبر ادرين دي zich voor een profeet of een boodschapper uitgeeft naar de profeet sallallahu alaihi wasallam is een niet is een ongelovige en hij is een leugenaar. نؤمن بهم اجمع بأؤمن بهم جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة. We geloven in alle boodschappers. وبمعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم. En in datgene wat Allah عز وجل ons heeft bericht over hun namen en eigenschappen. والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بهم. En de tekenen en wonderen die hen mee zijn gegeven. والأخبار التي جاءت عنهم والله أعلم. En de verhalen die over hen zijn overgebracht en overgeleverd.